أهلا بكم. لماذا تضيع حقوق المواطن العراقي وتقمع حريته بالمطالبة بالعيش بكرامة والقضاء على الفساد الحكومي الذي ينخر البلاد من خلال عملية سياسية لم تقدم للعراقيين سوى النهب والخراب؟ ما تداعيات قتل المتظاهرين العراقيين والتنكيل بهم وملاحقتهم واعتقالهم؟ ما أثره على المشهد العراقي ككل منذ الأول من تشرين أكتوبر؟ ولماذا لم تلتفت الحكومة وقواتها للدعوات الأممية بوقف العنف والقتل ضد المتظاهرين الذين راح ضحية هذا القتل والعنف مئات الشهداء وألاف الجرحى؟ منهم من يتساءل من يمتلك السطوة على من؟ الحكومة أم ميليشيات الحشد وقياداتها أم قوى إقليمية معروفة؟ ويتساءل البعض الآخر لماذا غضب السياسيون بشأن المتظاهرين في البحرين في السابق ولم يغضبوا بشأن المذابح ضد المتظاهرين العراقيين السلميين على يد الميليشيات الموالية لإيران والقوات التابعة للحكومة؟ أين الديمقراطية التي جاء بها الأمريكيون ممثلة بحكوماتهم التي ارتكبت مجازر ضد المطالبين بالحقوق الإنسانية بالعيش بكرامة في بلد يعد من بين أغنى بلدان العالم بالثروات الطبيعية، لكن أكثر من ثلث الشعب يقبع تحت خط الفقر؟ أين الديمقراطية التي تدعي الحكومات المتعاقبة تحقيقها للعراقيين وللعراق وهو لم تزدهر به سوى صناعة السجون والمعتقلات والسجانين؟ أين حقوق العراقيين الضائعة في ظل حكومات تعيش على الفساد وتكميم الأفواه وقمع الحريات الصحفية وتدمير البنى التحتية البشرية قبل المادية؟ نسلط الضوء في هذه الحلقة على أسباب ضياع الحقوق الإنسانية للمواطن العراقي في ظل العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي، كما نسلط الضوء أيضا على تداعيات قمع انتفاضة تشرين. كونوا معنا وهذا التقرير. اعتادت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 على استخدام لغة التهميش والعنف والقتل والاعتقال مع كل من يحاول استنشاق الحرية أو يتذوق طعم الكرامة من أبناء العراق. وتبدو جلية تلك الممارسات في تظاهرات انتفاضة تشرين حين هبت جموع الشباب العراقيين في بغداد والمحافظات الجنوبية مطالبة بإسقاط الحكومة وإنهاء الفساد الذي عم جميع مفاصل الدولة. وعلى الرغم من الشعارات الواعية والوطنية التي رفعها المتظاهرون، إلا أن حكومة عبد المهدي واجهتهم بالقمع والبطش والتخوين واتهمتهم بالارتباط بأجندات خارجية، فكان أن قتلت منهم نحو 311 متظاهراً إضافة إلى آلاف الجرحى وآلاف المعتقلين. تلك السلطة التي باتت تخشى الانهيار في أي لحظة لتنهار معها منظومة الفساد برمتها وتتوقف أحلام إيران التي خاضت بدم العراقيين دون حسيب أو رقيب. هيئة علماء المسلمين في العراق أصدرت بياناً بشأن جرائم حكومة الاحتلال التي تستهدف شباب الانتفاضة العراقية، قالت فيه إن الحكومة وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الإرهابية وداعميها من أذرع إيران في العراق لن تتردد في استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب والقوة المفرطة وأي وسيلة من وسائل القتل في سبيل وأد انتفاضة تشرين وقتل شبابها الأبطال. تعامل الحكومة مع المتظاهرين بهذه الطريقة القمعية دعا المنظمات المحلية والدولية إلى المطالبة بإيقاف هذه الانتهاكات. منظمة Human Rights Watch قالت إن القوات الحكومية استخدمت القوة القاتلة المفرطة ضد المتظاهرين ولاحقتهم أثناء تفريقهم وأطلقت النار عليهم، وأضافت أن قوات الأمن تدخلت ضد التغطية الإعلامية للاحتجاجات وحجبت السلطات الحكومية الإنترنت، حتى الطواقم الطبية التي تعالج الجرحى لم تسلم من الاعتقال والهجوم، وأكدت أن هذا الأمر يجب ألا يمر دون حساب. مجموعة الأزمات الدولية أشارت إلى أن العنف الذي تعرض له المتظاهرون في بغداد والمحافظات الأخرى والذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا سيرسخ انعدام ثقة الشعب العراقي بحكومة عبد المهدي الضعيفة،
وأضافت المجموعة أن الهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق وثروته كانت من بين الأسباب التي دفعت بالعراقيين للخروج والمطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني على العراق، مشيرة إلى أن حكومة عبد المهدي لا تملك أي قرار سيادي وتخضع لإملاءات إيرانية وأمريكية، وإن كانت هذه الإملاءات على حساب مصالح العراق وشعبه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوف الكرام. ضيفي في الاستوديو دكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي العراقي. مرحبا بك دكتور معنا. وأرحب بضيفي من لندن دكتور محمد الشيخلي، ينضم معنا عبر الهاتف، مدير المركز العربي للعدالة. مرحبا بك دكتور محمد الشيخلي. حياكم الله وبياكم. وأرحب أيضا بالأستاذ محمد خطاب العمر السياسي المستقل، ينضم معنا عبر سكايب من جنيف. مرحبا بك أستاذ محمد خطاب. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. أبدأ معك دكتور فالح الخطاب، يعني مظاهرات تقمع بالقتل والتنكيل، مظاهرات سلمية لم يطالب فيها العراقيون سوى بالعيش بكرامة وإسقاط المنظومة السياسية، ولكن جوبهت هذه التظاهرات كما تعلمون بالقتل والتنكيل. السياسيون كانوا غاضبون على تظاهرات البحرين، والآن هم مشاركون في عملية القتل ومشاركون في عملية التنكيل بالمتظاهرين، بل حتى راح البعض منهم ليصفهم بالمتآمرين. كيف تنظر إلى سير التظاهرات وإلى توصيفات السياسيين لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الانتفاضة التي كانت عبارة عن تظاهرات شارك فيها أغلب الشعب العراقي، حتى الذين لم يخرجوا كانت قلوبهم ضمائرهم مع هذه الانتفاضة، ونعلم جيدا لماذا لم يخرج البعض. هناك تهم جاهزة وهناك استهدافات مرصودة ومحققة، وربما كانت هناك نية للإساءة للانتفاضة من خلال أجهزة القمع، قمع النظام. المهم، هذه الانتفاضة نعلم أسبابها، نعلم دوافعها، نعلم أنها خرجت كآخر كي، يعني لم يبقى للعراقيين سوى أن يخرجوا ويفكوا قيودهم. سوف لن يخسروا إلا قيودهم إذا خرجوا على هذا النظام الذي أمعن في انتهاك كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وكل ما يخطر على بال. لكن التوصيف ما يسمى السياسيين، وهم سياسي الصدفة الذين كما قال أحد نواب البرلمان الحالي، أتت قوات الاحتلال الأمريكي بهم من شوارع دول مثل طهران ولبنان ولندن ودول كثيرة، نعلم كيف جمعتهم. هؤلاء يعني كما نعلم ليسوا رجال دولة وليسوا رجال حكم، وكان آخر ما يعني يحلمون به أن يكونوا في هذا الموقع بكل أنواعه، سواء كان موقع رئيس وزراء أو كان موقع وزير أو كان موقع عضو مجلس نواب أو شيء. هؤلاء في الحقيقة يمارسون مهام وظيفية. هؤلاء ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالحكم، أتوا من أجل اقتناص الفرصة والغرف من 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 مصالح الشعب العراقي وسرقتها، والتمتع بهذه المصالح يعني هم يسابقون الزمن. نعم. في نهب ما يمكن نهبه، لأنهم يعلمون أنهم طارئون وأنهم سوف لن يبقوا على سدة الحكم بأي شكل من الأشكال. نعم. وبالتالي هذا البعد الوظيفي لهم جعلهم يشمرون عن كل قوتهم في الدفاع عن ما يسمى انتفاضة البحرين أو مكان آخر، لكنهم كالعميان صم بكم عمي عندما يتعلق الأمر بأبناء جلدتهم من الشعب العراقي الذي لاقى الأمرين، لأنهم موظفين بكل بساطة. هم عندهم وظيفة أن يدافعون عن دولة معينة وهي إيران. إيران تريد لهم أن يدافعوا عن مثلا انتفاضة البحرين أو انتفاضة اليمن أو أي مشاكل. هذا هو الواقع للأسف. نعم. أرحب بالدكتور محمد الشيخ لمدير المركز العربي للعدالة مرة أخرى. دكتور محمد، المرصد المتخصص لمراقبة أنشطة الإنترنت نت موكس يعني وصف التأثير الاقتصادي والخسائر التي نتجت عن قطع منظومة الإنترنت في العراق بمليار و200 مليون دولار. يعني أيضا بحسب المرصد
قال إن ذلك يمثل مخالفة للقوانين وقوانين الأمم المتحدة وتقييد الحريات الصحفية، وأثر أيضا على التغطية الصحفية في أثناء التظاهرات. من الناحية القانونية، من الذي يدان ومن المسؤول عن عملية قطع الإنترنت؟ كيف يترتب ذلك قانونيا على من قام بقطع خدمة الإنترنت في أثناء التظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم. تحياتي دكتور سمير، والتحيات موصولة للضيوف الكرام ولكل المشاهدين. حياكم الله دكتور. ابتداء دعنا نوضح أن عملية تقييد الحريات ومنها قطع النت يتعارض مع المادة 38 أولا وثانيا وثالثا من الدستور العراقي لعام 2005، الدستور الذي هم وضعوه والذين صدعوا به رؤوسنا منذ عام 2005 إلى يومنا هذا. وهذه المادة تكفل بموجبها الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة، الإعلان، الإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. هذه الحقوق للأسف وهي وردت في أعلى قانون في الدولة، هو الدستور أو القانون الأساسي أو القانون التأسيسي كما يسمى أحياناً، يجب أن لا تكون هنالك أي قوانين تتعارض مع هذه المادة. المشكلة الحقيقية في العراق أنه ليس هنالك احترام للدستور. الدستور يستخدم للأسف بما يتوافق ومصالح الكتل السياسية والأحزاب الطائفية. نقطة رصدة. بقية الحقوق والحريات التي وردت في الدستور العراقي هذه ضربت عرض الحائط. عملية قطع النت هي جزء من عمليات تقييد التعبير والتعبير عن الرأي وتقييد الحريات للمواطن العراقي. من الناحية القانونية أيضا، العقد النت بين المواطن والشركة الخادمة هو عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، فبالتالي أي خلل تقوم به الجهة الخادمة وهي شركات الاتصالات التي أخذت أوامر من الدولة بقطع النت عن عموم العراق أثناء التظاهرات، هذا إخلال بالعقد ما بين المواطن وما بين الشركة الخادمة. نحن ليس لدينا علاقة بالتزامات الشركة الخادمة، شركات الاتصال مع الدولة، نحن لدينا عقود ما بين المواطن وما بين هذه الشركات. إذن أي إخلال من هذه الشركات بتقييد تغطية النت أو قطع النت عن المواطن هو إخلال من قبل هذه الشركات، يلزم بالتعويض من اتجاه المواطن، هذه الشركات تلزم بالتعويض. هذه نقطة. النقطة الثانية سيدي الفاضل، كل القوانين الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة 13 أكدت على حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومة. كل قوانين الصحافة في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا تنص على ذلك، لكن للأسف كل هذه الالتزامات الدولية ومنها أن العراق أيضا هو عضو في المجتمع الدولي تضرب بعرض الحائط. فبالتالي نحن لسنا أمام تصرفات دولة ذات مؤسسات، نحن أمام عصابة حقيقية، عصابة حقيقية تقوم بتقييد حرية التعبير وتقييد حرية التظاهر السلمي بما يخدم مصالحها. وإلا فإننا نتحدث الآن عن جرائم الإنسانية، نحن لا نتحدث الآن عن قتل أو تصرف فردي من قبل شرطي أو منتسب إلى أي قوى أمنية، نحن نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية. هذه الجريمة ضد الإنسانية هي عملية إبادة جماعية وردت في نظام روما الأساسي لعام 1998، وردت حتى في قانون المحكمة الجنائية الدولية أقصد، وأيضا يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات رقم 111 عام 60. ابقى معي دكتور محمد الشيخ لي لو سمحت. أرحب الأستاذ محمد خطاب العمر السياسي المستقل، ينضم معنا من جنيف عبر سكايب. أستاذ محمد مرحبا بك. الدستور العراقي لا يحترم، كل فقراته المتعلقة بضمان حرية الكلمة وضمان سلامة الصحفيين لا تحترم، كل الفقرات المتعلقة بضمان حقوق العراقيين الإنسانية لا تحترم ويضرب بها عرض الحائط.
العراق عضو في المجتمع الدولي، ولكن كل الاتفاقات الدولية ضربت من قبل الحكومات المتعاقبة عرض الحائط، ولا تطبق كل الفقرات التي تدعي أنها تندرج في سياقها وأنها جاءت على هذا الأساس. من خلال يعني مراقبتكم لهذه التظاهرات التي انطلقت في الأول من تشرين وحتى الآن، ما إذا كان لديكم أي متابعة أو أي إحصائية دقيقة لأعداد الشهداء وأعداد الجرحى، وكيف تنظرون إلى ردود فعل المتظاهرين على هذه السياسة القمعية تجاههم؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمتابعي قناتكم الفضائية. أهلا بك أستاذ محمد. هنا نرفع تحية إجلال وإكرام وتقدير لإخواننا وأهلنا المتظاهرين الثائرين الشباب الذين حطموا وهدموا ما بنته إيران وميليشياتها في العراق لمدة 16 عام. هنا أثبتت قول الحق، هنا بدأ العراق ينشط من جديد. المعلومات التي تشير إلى عدد ضحايا الأخوان الذين استشهدوا من أبنائنا العراقيين هي أكذوبة الدولة، فقد قالوا 106 وبعدين حولوها إلى 180، هنا أكذوبة. إذا نطلع على الدكتور غسان العطية، قبل 4 أيام طلع قناة الجزيرة وهو مخول ورجل نعتز به، قال أن عدد الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات هم 320، ونحن لدينا إحصائية أكثر تجاوز العدد، أكثر من 400 شهيد لحد هذه اللحظة، وهناك بحدود 7000 إلى 8000 جريح. وإذا نريد نطلع من عندهم نسبة 2% راح يوفاهم الأجل، لأنه ضرباتهم خطيرة، فالعدد راح يزايد بهاي الحالة. فالتناقض اللي صاير عند الحكومة، ما هو دور الحكومة هنا؟ أليس هي من شأنها أن تحمي المتظاهرين؟ وما هذه الأكذوبة مال القناصين؟ أي قناص تتكلم عنه؟ هم جماعتكم، هم ميليشياتكم اللي دزيتوهم أنتوا، طيب. اللي دربتوهم بإيران، اللي صار لهم يدربون سنين، اللي قمعوا في هذه النقطة. أستاذ محمد خطاب، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب نقلا عن مصادر حكومية قال إن عملية قتل المتظاهرين السلميين تمت بأوامر حكومية مباشرة. كيف يكون لرئيس الوزراء أن يقول إنه يقوم بحماية المتظاهرين ولا يسمح بإراقة دم المتظاهرين، وهذه اتهامات مباشرة من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب نقلا عن الجنود في الوحدة العسكرية التي استهدفت المتظاهرين ببغداد؟ أكد أيضا أن المتظاهرين تعرضوا للقتل العمد قرب ساحة الطيران في 4 تشرين الجاري بعد أوامر مباشرة من العميد الركن نعمان المالكي قائد اللواء الأول في الجيش الحكومي، وهو أحد ما يعرف بضباط الدمج، وأوامر إطلاق النار المذكورة تمت بعلم ودراية من رئيس أركان فرقة الرد السريع اللواء عباس الجبوري، مؤكدا أن الأخير كان شاهدا وقت وقوع جرائم القتل ضد المتظاهرين. كيف يكون لرئيس الوزراء أن يتحدث عن حماية المتظاهرين وهي أوامر هو من يتحمل مسؤوليتها أصلا؟ سيد العزيز، هل تتوقع أن رئيس الوزراء عنده كلمة على الميليشيات؟ هل تتوقع أن عادل عبد المهدي، أو كما يسمى بالعراق الآن عادل زوية أو عادل عدس، هاي المصطلحات اللي يستحقها هو، يقدر يتكلم ويا المجرمين، يقدر يتكلم ويا قيس الخزعلي، يقدر يتكلم ويا هادي العامري، يقدر يتكلم ويا فارح الفياض، يقدر يقول لهم إيش دا تسوون؟ يا أخي هو جندي عندهم، وهم جنود تابعين لإيران، وهم يفتخرون، هم بكل وقاحة يقول لك احنا جنود، احنا تابعين لإيران. يطلع ابو مهدي المهندس يقول لك اني اذا اموت اتمنى ان اندفن في ايران، وهم عندهم رواتبهم يستلموها من ايران. فعن اي 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 رئيس وزراء نتكلم احنا؟ اخي رئيس الوزراء ما له اي دور. خلصنا من اول ما استلم لحد هذا اليوم بان اني استقالتي موجوده. يا اخي ذب استقاله واطلع. احنا حاليا الشعب العراقي ترى والمتظاهرين ما يدورون أن يطلع عادل عبد المهدي أو يستقيل، هذا مو من صالحهم حاليا.
الشعب والمتظاهرين يدعون بهيكلة الرئاسات الثلاثة. أستاذ محمد الخطاب العمر، في هذه النقطة أن أنتقل للدكتور فالح. دكتور فالح، من يمتلك السطوة على من، الحكومة أم الميليشيات التي ولاؤها أو ولاءاتها إيرانية أم دول إقليمية؟ من يمتلك السطوة على من؟ لا، واضح الوضع الآن في العراق أن الكلمة الأولى هي الميليشيات لما يسمى الحشد الشعبي. نعم. والميليشيات هذه إيرانية تصميما وإخراجا وقلبا وقالبا. طبعا هذه الميليشيات مدعومة من قبل الحرس الثوري الذي يوجد في العراق على امتداد الحدود العراقية الإيرانية وفي مناطق معينة داخل العراق، ويأتي بأي صفة معينة، يأتي حتى بصفة زوار أو بصفة من منحوا جنسية معينة. نحن نعلم أنه إيران دأبت على أن تتغلغل داخل العراق، للأسف هناك حدود كبيرة طويلة بين الدولتين أو بين العراق بين إيران وما كان دولة العراق. فنعم، الكلمة الأولى هي للحشد، للأجهزة الاستخباراتية، للميليشيات الإيرانية. رئيس الوزراء، ما يسمى رئيس الوزراء، هو أنا أسميه مدير مكتب تنسيق العمل بين الفاسدين واللصوص والميليشيات. هو ينسق العمل، وهو واجهة، مجرد واجهة وضعت من أجل أن يقال أن هناك دولة في العراق، وهناك ليست هناك دولة في العراق، هناك نظام عملية سياسية، نظام طائفي تمت هيمنة إيران عليه بكل مفاصله حتى الآن طبعا، وتدير هذه العملية كلها من خلال ما يسمى البرلمان وما يسمى رئيس الوزراء. نعم. أستاذ الدكتور محمد شيخلي، بالعودة إليكم، يعني مصادر عراقية مطلعة تقول إن قيادات الأمنية في مكتبي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض هي من أعطت الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وهذا أيضا جاء متطابقا مع ما صرح به أو أعلنه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. ماذا يترتب قانونيا على هذا الأمر دكتور محمد؟ بعيدا عن أي تبريرات أو تسريبات لأسماء من هذه الجهة أو تلك تكون مسؤولة، فإن المسؤول الأول من الناحية القانونية الجنائية هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، نقطة راس سطر. نعم. أما من يأتي معه بالخط الثاني والخط الثالث من الذين يتبعونه رسميا فإنهم يتحملون معه المسؤولية الجنائية عن فعل القتل وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين السلميين. نعم، تفضل محمد. نعم دكتور محمد، عفوا تفضل. عفوا، كما ذكرنا المسؤول الأول. نعم. جنائيا هو رئيس مجلس الوزراء. نعم. بعيد عن أي تبريرات تطلقها هذه الجهة أو تلك، هو المسؤول أمام القانون، نقطة. النقطة الثانية، نحن كرجال قانون، أنا لا تهمني ما يسمى بالإصلاحات السياسية أو غيرها، أنا أبحث عن إقامة العدل وتحقيق العدالة. هذا النظام السياسي من عام 2003 أصدر قانون يسمى قانون رقم 10 لعام 2005 الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في حينها، وتم من خلاله محاكمة النظام العراقي الوطني السابق ورموزه، وكل العالم شهد هذه المحاكمات في التلفاز، وقد قلنا في هذا القانون ما لم يقله مالك في الخمر كما يقال. ولكن حتى نقيم العدل ونحقق العدالة، أنا أرسلت رسالة عن طريق المركز العربي للعدالة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فايق زيدان، قلنا لهم إذا أردتم أن تقيموا العدل وتحققون العدالة فليس هنالك جريمة مقدسة وليس هنالك جريمة مدنسة، يجب أن يقام العدل على الجميع. يعني جرائم ما قبل 2003 جرائم مقدسة في رأيكم، ويجب أن يحاكمون من ارتكبوها وحكموا في هذه المحكمة الجنائية العليا التي سمت بحينها وصدرت بحقهم القرارات. وأما الجرائم ما بعد 2003 هي جرائم يجب أن يغض الطرف عنها. لهذا قدمنا مقترح بضرورة
أن يأخذ البرلمان العراقي ومجلس النواب تشريعا جديدا بتمديد ولاية المحكمة. هذه المحكمة عندما أنشئت للفترة من كما هم ذكروها في القانون رقم 10 لعام 2005 تكون ولاية المحكمة للفترة من 1918 تموز 1968 إلى 10 أبريل 2003. يعني والجرائم التي ما بعد 2003 من يسأل عنها؟ لذا نحن نطالب الآن سال منبر الرافدين، أكرر دعوتي إلى مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس النواب بضرورة تعديل ولاية المحكمة الجنائية العليا التي شكلت بموجب القانون رقم 10 لعام 2005 وتمديد ولايتها إلى كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي بعد عام 2003. فبالتالي هنا يكون هذا القانون رادعا لمن تسول نفسه أن يرتكب جريمة ضد الإنسانية، وأيضا تقيم العدل وتحقق العدالة وتنصف الضحايا ودماء الأبناءنا الذين سكبت دماءهم في ساحات العزة والكرامة. يجب أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب. الآن الكرة في ملعب البرلمان العراقي، إذا أراد أن يقيم العدل ويحقق العدالة وينصف الضحايا عليه أن يعيد تشكيل المحكمة الجنائية العليا بموجب القانون رقم 10 لعام 2005 وتمديد ولاية هذه المحكمة وتكون مفتوحة لتشمل كل الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين بعد عام 2003. ابقى معنا دكتور محمد الشيخلي. بالعودة إليك محمد خطاب العمر، أستاذ محمد، يعني كيف ينظر العالم وأنتم هناك في جنيف، كيف ينظر العالم الدول الأوروبية إلى ما جرى في العراق من قمع للتظاهرات وتنكيل بالمتظاهرين وسحبهم حتى من سدياتهم داخل المستشفيات ومن لبغية تصفيتهم خارجها؟ يعني كيف ترى تعاطي العالم مع ما يجري في العراق من جرائم على يد القوات الحكومية وعلى يد الميليشيات أيضا؟ سيد العزيز، كما تعلمون كانت هناك تكتيم إعلامي وقطع للإنترنت، ونحن أوصلنا رسالة إلى مقر الأمم المتحدة ورفعنا دعاوي أيضا، وكانت هناك دعوة في الاتحاد الأوروبي وأوصلناهم الوسائل الحقيقية التي قاموا بها الميليشيات الإيرانية بقمع المتظاهرين من قتل وقناص وبالهروات، وكيف تضرب القنابل المسيلة للدموع في رأس الشاب الذي أتى بالتيشيرت. ندع الآن الكلام ونتكلم بالعامية العربية التي يفهمها الشارع العراقي. أخي، يجيك شاب أعزل مواليد 2003، يا أخي هو هذا احتضنه كابنك. أنت إذا تحمل ذكاء احتضنه كابنك. وإحنا لو نعود قليلاً إلى سبب المظاهرات، هي البيوت العشوائية التي تم هدمها في كربلاء. ونعود بها أيضاً قبلها بأسبوع، وكيف قاموا بقمع أخوتنا الخريجين من المتظاهرين. فنلاحظ اليوم الشارع العربي حالياً في أوروبا وفي أمريكا وفي جميع دول العالم وقف وينظر ويتطلع. وهناك فقرة أحب أن أزيدك معلومة بها، بأنه مجلس الأمن الآن يدرس عودة العراق إلى البند السابق. هاي كارثة وخطرة. زين، إذا رجع للبند السابق وخاصة بهاي المظاهرات، إذا رجع للبند السابق راح يرجع تحت الوصاية. وما ظروف ما أسباب طرح هذا المشروع؟ سيد العزيز، أنت من نزلت ما رفع عنك البند السابع، نزلت للبند السادس وهو المراقبة، وهناك فقرات سيدي العزيز، فقرات لحد هذه اللحظة لم تكتمل. أتتك الآن قمع المتظاهرين وقطع الإنترنت وغرامة. تعرف إيش قد توصلت غرامة؟ 100 مليون دولار بهاي الخمس أيام اللي قطع فيها الإنترنت. زين، هاي 100 مليون مليار يعني و200 مليون هاي. ليش ما تقولش مليار و200 دولار؟ مليار و200 مليون دينار عراقي، هاي لو مزعيها للفقراء ليش ما وزعتوها للفقراء؟ ليش تنتظرون الفقير
إلى أن يثور عليكم وتجون تقتلوا. شنو ذنب هذول اللي قتلوا؟ من راح يدفعهم؟ من راح يعوضهم؟ من راح يعوض دماهم؟ راح يعوضهم عادل لو قيس الخزعلي أو فالح الفيار؟ ابقى معي من راح؟ أستاذ محمد الخطاب، خطاب العمر، ابقى معي لو سمحت. أعود إليك دكتور فالح الخطاب، يعني ميليشيات خارجة عن القانون تعطى لها الشرعية بالبرلمان، وهي مثل ما يصفها مراقبون ومحللون الذراع الأولى للنظام الإيراني، التي أوغلت قتلا وأمعنت قتلا عفوا بالمتظاهرين عبر أسطح البنايات العالية. كيف يمكن أن يكون العراق دولة تطبق فيها معايير المعايير الإنسانية إذا كان البرلمان يشرع لميليشيات تقتل و يعني تنكل بالمتظاهرين السلميين على هذا النحو أمام مجتمع دولي يرى كل ذلك رغم انقطاع الإنترنت؟ يعني انقطاع الإنترنت هو ليس عائق، فالإنترنت والفيديوهات موجودة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تتدفق بين الفترة والأخرى، إلى أن المجتمع صامت، المجتمع الدولي صامت عما يجري. يعني حتى نفهم الصورة الحالية يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء. يعني نحن نذكر جيدا فرق الموت، نذكر جيدا أن الاحتلال الأمريكي عندما كان جاثما بالهيئة العسكرية المباشرة في العراق، كان هناك فرق موت. السفير الأمريكي لعب دور كبير، نيجرو بوينتي مثلا أتى بتطبيقات طبقت في أماكن أخرى في العالم. شهد العراق عمليات قتل مروعة على الهوية، هناك عملية تصفيات كبيرة جدا، قتل عدد كثير من العلماء، قتل عدد كبير من الطيارين. يعني جرت هناك أشياء كثيرة، ميليشيا بدر التي كانت تسرح وتمرح، ثم جاءوا بالميليشيات هذه ووضعت في القوات المسلحة، الدمج هذا اللي نسمع به. وثم يعني فجأة رأينا أن هذه الميليشيات تطورت لتكون أحزاب سياسية. ما يجري الآن في البرلمان، في البرلمان هناك كما يسمى، هناك أحزاب هي حقيقة عبارة عن واجهة سياسية لميليشيات موجودة، وبالتالي هناك علاقة نوعية وعضوية بين الميليشيات وبين هذه الأحزاب السياسية التي تشرع للميليشيات. هناك ثقافة للقتل موجودة في العراق منذ الاحتلال. منذ الاحتلال رعت الولايات المتحدة في سبيل أن تتخلص من المقاومة العراقية، رعت عمليات قتل واسعة ورعت عمليات. يعني تقولون أن الاحتلال هو يعني الراعي لهذه عمليات القتل الواسعة في العراق؟ بالتأكيد. ولكن بين الفترة والأخرى ما يظهر مسؤولون أمريكيون ليصرحوا، ومنهم حتى الرئيس الأمريكي، يعني تحدث عن أن احتلال العراق خطأ فادح، يتحدثون بهذا الشكل. يعني هل من المعقول أن الأمريكيين أو البيت الأبيض أو الإدارة الأمريكية أو الجيش الأمريكي بأساطيله عندما جاء للعراق كان بخطأ فادح؟ ألم يكن الأمر مشروعا أمريكيا مكتوبا على الورق؟ يعني أنا أشكرك على هذا السؤال، هذا السؤال جوهري مهم، لأن هذا حقيقة إذا فهمنا نفهم ما يجري اليوم. العراق تعرض إلى عملية تدمير ممنهج منذ العام 91. منذ العام 91 الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وإيران، هذه الدول مجتمعة سعت من أجل تدمير العراق عبر سلسلة طويلة من الإجراءات. كلنا يعلم بدأت من القرار 687 سيء الصيت الذي شرع إلى إنهاء الدولة العراقية بطريقة فعلية، ثم أتى الحصار المحكم الخانق الذي قتل فيه أكثر من 1,000,000 عراقي، حرب الاستنزاف التي دمر فيها الجيش العراقي والمرافق والبنية التحتية. هناك تشريعات صدرت عن طريق الولايات المتحدة، أصدرت تشريعات مناطق الحظر الجوي، تقطيع أوصال العراق، كل هذا جرى. ثم رعت الولايات المتحدة الأمريكية أحزاب ومجموعات طائفية وعرقية ودربتها من أجل أن يكون لها مستقبل في العراق بعد احتلاله. كل هذه الخطوات شرعت، والإعلام الأمريكي نفسه والإعلام البريطاني في طيلة التسعينات كان يروج لأفكار شيطانية، كان يقول أن العراق كيان مصطنع
وأن العراق ليس إلا مجموعة شعوب، هي ثلاث شعوب، شيعة وسنة وكرد، وبالتالي لا يمكن لهذه الشعوب أن تتعايش. أنا أذكر جيدا عام 91 صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ونعرف هي لأي دولة تتبع، نشرت كاريكاتير على صفحتها الأخيرة وعليه خارطة العراق، لم تكتب إيراك، إيراك بالإنجليش، إيراك هي كتبة إيراك، عراق يعني إيراك. يعني قتال. قتال أو شجار. وهي تقصد القتال. أطلقوا على العراق بلد المكونات، أنه ليس دولة واحدة. كل هذه الأشياء كانت تتم بالتدريج وكانت تتم، ثم نزعت الهوية الوطنية من الشعب العراقي، ثم عزلوا النظام عن الشعب والشعب عن النظام. جرت جملة أمور، كل هذه الأشياء جرت من أجل تمهيد الأجواء لما يأتي بعد الاحتلال. بعد الاحتلال جت مجموعات من الخارج مدربة بالخارج، ونعلم ماذا فعلت وكيف أنها أجرمت بحق الشعب العراقي. عمليات النهب، عمليات التدمير. الإعلام العراقي، الإعلام الأمريكي أشاع أن العراق بلد دموي عنيف، وأنه لا يمكن حكمه إلا بالحديد والنار. طبعا هذا الكلام لم يكن صحيح، وقالت أنه العراق شهد في تاريخه حروب بين مكوناته. طبعا هذا أيضا ليس صحيح، لأنه نحن في العراق لم نشهد لا قتال طائفي ولا يعني مجرد المشكلة الكردية، وهذه كانت لها أسباب أيضا أخرى وحلت تقريبا بطريقة معينة. على أي حال، كل ما نشاهد اليوم كان مبرمج ومخطط له منذ عام 1991، وكان يجري بعملية مبرمجة ضمن مراحل حتى وصلنا إلى اليوم هذا اللي نشوف به هذا الوضع اللي في العراق. نعم دكتور محمد الشيخلي، بالعودة إليكم، كل ما نشاهده اليوم كان مخططا له منذ زمن، ربما في بداية يعني تسعينيات القرن الماضي أو قبله أو بعده، مثل ما تحدث الدكتور فالح. دكتور محمد، يعني من وجهة نظرك، يعني البعض يقول بأن المشروع الأمريكي في العراق هو مشروع انتهاك الحقوق ومشروع انتهاك حقوق العراقيين، والدليل أن جميع البنى التحتية، كل البنى التحتية في العراق محطمة، سواء كانت البنى البشرية وهي أهم نواة في أي بلد، وكذلك الموارد المادية، وكذلك العلمية، استهداف العقول وغيرها، ربما ليس آخرها استهداف حتى المزارع وحرق البساتين واستهداف الثروة السمكية. يعني كل شيء في العراق مستهدف، وأوله حقوق الإنسان العراقي. إلى أي مدى تتفق مع أن المشروع الأمريكي هو مشروع لانتزاع وانتهاك حقوق الإنسان العراقي بالدرجة الأولى؟ لا، يعني أساساً المؤامرة ليست العهد العراق، المؤامرة تدمير العراق هو النبي البابلي لليهود، على مدى آلاف السنين تفقد الأعفى تجاه العراق وبابل بما يمثله من عمق حضاري وتاريخي وثقافي. فبالتالي هذه المخرجات التي نراها الآن هي نتيجة لكل هذه التراكمات على مدى هل تقصد دكتور محمد أن كل ما يجري هو الهدف منه إضعاف العراق لكي لا ينهض، وبالتالي يكون مصدر تهديد لقوة دولية معينة؟ طبعا جمجمة العرب، هذا العراق انهارت البوابة العراقية، انظر إلى حال العرب كيف أصبحوا. هي هذه الفكرة الأساسية كان الغاية منها هو قطع رأس الجمجمة العرب، وهذا الذي فعلوه. ودعنا دكتور محمد الشيخي، نعتذر منك يعني بشدة، الصوت يتقطع وغير واضح، ابقى معنا لو سمحت، سنتصل بكم مرة أخرى. أستاذ محمد خطاب العمر، يعني من خلال متابعتك واستماعك لما قاله ضيفاي الكريمان بشأن ما جرى في التظاهرات وما يحاك لهذه التظاهرات و تداعياتها، يعني البعض يقول ان يعني حكومات الاحتلال ما هي الا أداة لتنفيذ المشروع الامريكي في العراق، وهو غايته
تكميم الأفواه وتنفيذ هذا المشروع من غير أي عوائق على حساب حقوق العراق والعراقيين. يعني أنتم هناك من خلال يعني احتكاككم بالمنظمات والمؤسسات الدولية، كيف تم التفاعل مع أساليبكم أو مع أساليبكم في التوثيق من أجل إيصال كلمة العراقيين الحرة إلى العالم؟ عفوا دكتور، بالنسبة لسؤالك اللي اطلعنا عليه واللي أوصلنا صوتنا وأوصلنا رسائل وأوصلنا المقاطع الفيديو اللي تعرض لها الشعب العراقي من المتظاهرين من إخواننا العزل، لاقى صدى كبير، ولكنه هناك العراق لم يوقع على محكمة لاهاي الدولية. محكمة لاهاي الدولية التي تعتبر من المحاكم التي تحاسب مجرمي الحرب، لكن العراق لم يوقع عليها لحد هذه اللحظة، ولم يوقع على اتفاقية الانتربول أو الشرطة الدولية، لكنه ترى تعاطف الاتحاد الأوروبي، وللمرة الأولى يخرج ممثل من البيت الأبيض عندما خرجت الجالية العراقية اللي متواجدة بأمريكا، سلموا أوراق احتجاج وسلموا مقاطع فيديو، لكنه أمريكا هي والدول الغربية لديها مصادرها ولديها فضائياتها التي تنقل، رغم قطع الإنترنت وقمع الفضائيات التي كانت توصل صوت الثائرين، صوت إخواننا الشعب الحر الذي خرج بالمظاهرات والذي قسم ظهر الدولة وميليشياتها. هي في بداية المظاهرات هتف الشباب إيران برا برا، وجاء النداء من ولاية السفيه وليس ولاية الفقيه، ولاية السفيه التي دمرت الشعب العراقي لمدة 16 عام، فأمروا، وما أريد أكمل بكلمات غير لائقة بهم بهيش برنامج وهيش استوديو، أمروا جنودهم الذين يعملون في العراق بتصفية حسابهم مع المتظاهر مع أخواننا العزل، وهم لا يريدون أن يوصلوا صوت العالم، لكنه الشباب الذين كانوا يسمونهم شباب العطواني، وهذه أضعها بين قوسين، شباب العطواني اللي هم أبو الشعر واللي الشاب الأنيق الشاب العراقي الواعي المثقف كان يسموه العطواني، وهو مصور يصور الشباب، أثبتوا لهم قاعدة ولهم قوة أكبر من قاعدة وصوت المعممين الذين قابعين في النجف وفي كربلاء. مع جل احترامي أنا لرجال الدين، أنا لكنه رجال الدين لم يخرجوا بصوت واحد عندما سقطت المحافظات الشمالية، عفوا من سقطت المحافظات الشمالية أخرجوا فتوى، ونراهم اليوم لمدة 16 سنة الشعب العراقي يتضرع الأمرين ولم يخرج بأي فتوى، ونلاحظ بعض الذيول وبعض الجبناء الذين يخدمون رجال أقدام إيران. من يجيك بزيارة ليش تخدم أقدامه يا أخي؟ طيب. يا أخي وجاي يزوره ويرجع. طيب. أنت أبو البيت، أنت سيده، أنت مو أنت العبد اللي عنده، توكل السمك وتوكل اللحم وتوكل الدجاج وأنت ميت من الجوع. روحوا بيكم خير، روحوا علم عباس وعلم حمزة. طيب. وعلم كاظم اللي قاعدة فيها. طيب. التجاوز. نعم نعم، شكرا لك أستاذ محمد خطاب العمر. دكتور محمد الشيخلي، ذكر أستاذ محمد عن أن العراق لم يوقع على اتفاقية محكمة لاهاي بشأن، وهي محكمة يعني تحاسب يعني مرتكبي جرائم الحرب. كيف يتعاطى المجتمع الدولي مع الحكومات في العراق منذ احتلال عام 2003 وهو يعني لم يوقع على هذه الاتفاقية؟ نعم صحيح، العراق لم ينضوي ولم يوقع ولم يصادق على نظام روما الأساسي المشكلة بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في اللحظة. نعم. هنالك توصيات قد صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضرورة أن ينضوي العراق تحت هذه المحكمة، ولكن حكومات الاتفاقية بعد عام 2003 ما زالت تصر
ناحيه عن توقيع هذا هذه الاتفاقيه هذا النظام من المحاسبه الدوليه ودور ان ترتكبها هذه الحكومات بحق الشعب العراقي. اذا قلنا وذكرت في الداخليه الاولى اننا نطالب بالقضاء الاعلى والبرلمان العراقي تحديد قانون المحكمة الجنائية العليا العراقية التي صدرت موجب القانون رقم 10 لعام 2005. نحن لا نريد تشريعات جديدة، لدينا هذا القانون، ولكن هذه المحكمة تنظر للجرائم ما بعد عام 2003. إذا نطالب بتعديل ولاية هذه المحكمة للجرائم التي وقعت بحق العراقيين بعد عام 2003 ونترك الأمر إلى القضاء، لا نريد سحب بالحبال يذبح بالشوارع كذلك. نريد ان يقام العدل. نعم شكرا لك شكرا جزيلا دكتور محمد الشيخ لي مدير المركز العربي للعداله لوجودك معنا في هذه الحلقه. اخيرا دكتور فالح الخطاب، يعني مراقبون يرون ان انتفاضه تشرين العراقيه هي متهمه من قبل ايران بأنها انتفاضة مؤامرة من قبل قوى خارجية. تحدثنا عن المشروع الأمريكي وأهدافه في العراق وكيف عمل هذا المشروع على نزع حقوق العراقيين، ولكن بالنظر إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي وهذا النفوذ الإيراني العميق في العراق في جميع الصعود سواء الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو يعني الاجتماعي، كيف أثر المشروع الإيراني على انتزاع حقوق العراقيين وقمع كلمتهم في المطالبة بالعيش بكرامة في وطنهم؟ للأسف الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق كما نعلم إلى إيران، لأن الولايات المتحدة لا تمتلك فعليا قدرة على التأثير في المجتمع العراقي ولا تمتلك القدرة على البقاء والنفس الطويل، لذلك ارتأت أن يكون إيران أن تكون إيران هي من يقوم بهذا الدور. للأسف الشديد إيران يعني لها عداء شديد الوطأة مع العراق مجتمعا ودولة وحضارة. إيران لا تريد الخير للعراق للأسف، وإيران تريد الانتقام، ونعلم جيدا أن هناك ذيول لها في داخل الدولة أو ما يسمى الدولة العراقية، بقايا الدولة العراقية، من الذين يقولون أنه على العراق مثلا أن يدفع تعويضات إلى 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 إيران. ولذلك كل ما نشوفه الآن من الأموال التي سرقت أكثر من تريليون عراقي دولار ذهبت إلى إيران، لأنهم يعتقدون أن هذا حق لإيران، وبالتالي هناك عملية انتقام فظيعة من العراقيين، وهذا يشمل حتى سكان الجنوب الذين يصنفون شيعة. إيران لا تحب الشعب العراقي كله، لا شيعة ولا سنة ولا أكراد، وتريد الانتقام من العراق، وهي يعني ناوية نية شديدة الوطأة على أنه تنتقم من العراق وتلغي كدولة. هناك جهود الآن جبارة فعالة حقيقية لإخراج العراق من المعادلة تماما، حتى لا يكون العراق يعني يقتطع جذور الماضية ويقتطع جذور إمكانيات أي قيام للمستقبل. العراق بلد تخاف إيران كما تخاف إسرائيل وتخاف الولايات المتحدة الأمريكية. نعم نشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة كنت معنا عبر الهاتف من لندن، ونشكرك أيضا شكرا جزيلا أستاذ محمد خطاب العمر السياسي العراقي المستقل كنت معنا عبر سكايب من جنيف. شكرا لضيوفي الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.